مشكلة أخرى وهذه دابا تتعلق بالتعليم. اليوم لا، المغرب هو الدولة الوحيدة في العالم اللي مابقاش يكون أساتذة التربية البدنية. دابا رجعنا لواحد النوع ديال التكوين الجديد داكشي، ولكن كل شيء تعرف على أنه غير كافي. وفي واحد الفترة معينة في نهاية الستينات وبداية السبعينات كان المغرب خدا واحد الخطوة زوينة، لأن كانوا غادر واحد العدد أساتذة أجانب فرنسيين بالخصوص اللي كانوا في التربية البدنية. وشنو كان دار المغرب ذاك الوقت؟ خدا رياضيين سابقين ودار لهم تكوين وخداهم كأساتذة ديال التربية البدنية وبلاو البلاء الحسن، وهما من أجود ما كاين عندنا اليوم في المغرب. علاش ما دايرينش هذه المسألة هذه اليوم اللي تنجيو نوظفوا أساتذة التربية البدنية وتنوظفوهم على طريق ذاك المباراة اللي تتكون بواحد لا ليسونس معينة، تيجيك واحد كان تيقرا الشريعة ولا كان تيقرا الاقتصاد ولا كان تيقرا شي حاجة ولا البيولوجي ولا ما عنده حتى علاقة بالتربية البدنية، ما عنده حتى علاقة بالرياضية ولا عمره مارس، وتيولي أستاذ ديال التربية البدنية يعني هو فاق لكل مواصفات ديال التدريس وديال بينما هذاك اللاعب القديم عنده على الاقل كون. ومزيان ملي قالوا السي عزيز مع السي شاكيب بن موسى حنا تنشتغلوا باش ايفيكتيفمون اولا ندعموا الرياضه المدرسيه، ولكن باش دار بشكل سليم خص التطوير التقني يتعطى للاهل نتاعو. حنا بصدد ان شاء الله في الاسابيع المقبله غادي نخرجوا هذا البرنامج، ان دوك لي بوست بيجيتير اللي تيمشيو للرياضه يكونوا المدربين قدماء اللي كيخضعوا لواحد التكوين ويجيبوا واحد لا ليسونس، وهما اللي غادي يفتحوا المجال.